طيب خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لبطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 56 واللي انطلقت وبيتم تنظيم فعالياتها بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد. البطولة دي شهدت مسابقات متنوعة وصل عددها ل 137 مسابقة، بيشارك في هذه البطولة حوالي 21,000 شخص من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية. انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 56 والتي تقام فعالياتها بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، حيث تشمل البطولة مسابقات متنوعة تصل ل 137 مسابقة. البطولة يشارك فيها 21,000 من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية، وسط تجهيزات وبذل جهد لإنجاح البطولة مع تقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستي وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة الخاصة بالبطولة. وتحظى بطولة الجمهورية للشركات بأهمية كبيرة نظراً لتقديمها خدمات للقطاع العمالي، وتشمل المنافسات في هذه البطولة مجموعة متنوعة من الألعاب والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، كما أنها تعكس التزام الشركات بتعزيز النشاط الرياضي وتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة واعتبارها جزءاً أساسياً من حياتهم المهنية والشخصية. تستمر البطولة لمدة شهر كامل، وتم إطلاق شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، والتي تقام تحت شعار اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. ويتضمن حفل الافتتاح طابور العرض وحمل الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة، وكذلك الحفل الفني الفولكلوري الذي يقام في هذه المناسبة.